يعد إقليم قلعة صراغنة في طليعة مناطق المغرب المنتجة للزيتون، وتقدر مغبوسات أشجار الزيتون بالإقليم بما يفوق 72 ألف هكتار، وإنتاج يتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف طن سنويا. لكن إنتاج هذه السنة تأثر بعدة عوامل، مما انعكس على سعر زيت الزيتون الذي تجاوز ثمنه 55 درهما للتر الواحد. فما سبب هذا الارتفاع؟ الزيتون عنده تناوب، يعني عام تيعطي مزيان وعام تيعطي شوية، والعام اللي كيكون يعطي فيه شوية وما كتكون الشتاء كيكون ما كيعطيش. ولهذا الأسباب الثمن ديال الزيتون ارتفع شوية لأنه العرض ديالو قليل. هاد السنين اللي فاتت كانت الإنتاج كان لطو ديال الويل اللي كيكون في القطاع في القنطات يكون هاد القيطات 18-20، والإنتاج كاين بالوفرة وتكاليف الإنتاج منخفضة والثمن منخفض. داكشي علاش هذا العام كاين ارتفاع نسبي ديال الأثمنة نظرا لقلة الإنتاج وقلة كذلك نسبة الزيت في الزيتون. غير الإشارة أن قطاع الزيتون في الإقليم أن المنتوج كامل كيتوجه تقريبا 12% للاستغلال الاستهلاك الذاتي ديال الفلاحين، 33% للعصير ديال الزيتون يعني زيت الزيتون، و55 للزيتون المائدة. إلى جانب وفرة الإنتاج، فقلعة صراغنة من بين أهم المناطق جودة في المنتوج بحكم طبيعة مناخ المنطقة وكذا دخول التقنيات الحديثة المستعملة، مما ساهم من الرفع من جودة ومردودية المنتوج. ميزة ديال قلعة صراغنة هي ذات جودة عالية، حيث هنا كما تتعرفوا الجو الظروف المناخية طالعه شي شويه الحراره ما تيكونوش بزاف ديال الادويه، ما تيداووش بزاف الزيتون، تيديروا جوج ديال الادويه الكيميائيه، ثلاثه ديال الادويه الكيميائيه في العام، يعني ما تياثروش، يعني النسبه ديال الزيت تكون شي شويه مرتفعه. وخا هذا العام كاين واحد المشكل، ما الزيت ما طلعتش فيه حيت كاين الظروف المناخيه اللي سبقات اللي جات في واحد الوقيته ديال الازهار، يعني الشجرة ما استفدتش من عدد الساعات ديال البرد اللي كافيها، داكشي علاش ما ظهرتش مزيان. وحسب معطيات المندوبية الجهوية للفلاحة، فإن شجر الزيتون يغطي ما يزيد عن 90% من المساحات المغروسة بالإقليم، وأكثر من 50% على صعيد الجهة، ونحو 15% على الصعيد الوطني.